مرحبا بكم في حصة المسامح كريم. المسامح كريم. يحضر معنا الطفل إلياس. لماذا حضرت إلى حصة المسامح كريم في قسم التحضيري؟ أطلب منه السماح. ممن تطلب السماح؟ من صديقي. من صديقك، ما اسمه هذا الصديق؟ منعم. منعم، ماذا فعلت له؟ قلت له كلام سيء. قلت له كلام سيء، ويا ترى هل سيسامحك أم لا؟ نعم. إن شاء الله سنذهب ونزور الصديق منعم. منعم. أنت منعم، حسنا. هل تعرف من دعاك اليوم؟ لا. لقد دعاك صديق اسمه إلياس. لماذا غضبت؟ إنه ماذا فعل لك؟ قال لي كلام سيء. نعم، نحن نعرف أنه قال لك كلاما سيئا. إنه هنا في قسم التحضير في حصة المسامح كريم ليطلب منك السماح. هل تسامحه؟ نعم. هل تسامحه؟ نعم. هل نفتح هذا الستار؟ نعم. هل نفتح الستار؟ نعم. تصفيق يا جمهور. هيا هيا، عناق حار، لقد سامحه. ما شاء الله ما شاء الله. سمح لي يا صديقي، لم سأسامحك يا عمري. ما شاء الله ما شاء الله. في يوم من الأيام خرج فؤاد مع أخيه أحمد، وفي الطريق التقيا بطفل فقير فسخر فؤاد منه. انظر انظر يا أحمد إلى هذا الطفل، إنه فقير، ليس جميل. يا إلهي، لما فعلت ذلك يا فؤاد؟ ألم تنهنا المعلمة عن سوء المعاملة؟ وقالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاقه العطف والرأفة بالفقراء والمساكين. لكن فؤاد لم يلق بالا لقول أحمد واستمر في السخرية. دعني انظر انظر إليه، انظر ثيابه، إنه فقير متسخ. ياي. عند العودة إلى المنزل أخبر أحمد والدته بما فعله فؤاد، فغضبت وقالت: أهكذا تكون أخلاق المسلم؟ اسمع بني، إن أردت رضاي ورضا الرحمن عنك فاذهب لذلك الطفل واعتذر منه، وخذ له وجبتك وشيئا مما تحب من ملابسك واعتذر منه، فإن لم يسامحك ذلك الطفل يا ولدي سيشكوك إلى الله. ندم فؤاد على تصرفه وحمل وجبته وأخذ من الخزانة أجمل ما عنده من لباس، واتجه مسرعا لذلك الفقير وقبل رأسه معتذرا قائلا: مني الاعتذار ومنك العفو، والتسامح من شيم الكرام. فرد الطفل المهذب بأدب: قد سامحتك يا أخي لأني مسلم أتبع قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا يا أحبائي، ممن سخر فؤاد؟ ممن سخر فؤاد؟ من؟ من الطفل المسكين. ومن أخبر الأم بما فعله فؤاد؟ أحمد هو الذي أخبر الأم. وماذا قالت الأم؟ ماذا قالت لفؤاد؟ جيد، قالت له: اذهب واعتذر من ذلك الطفل المسكين واعطه أكلك وجبتك ولباس. جيد. إذن وهل ندم فؤاد على تصرفاته؟ نعم. نعم. وماذا فعل؟ ذهب إلى
ذهب إلى الطفل وأعطاه لباسا وأكلا. وأين قبله؟ في رأسه. قبله في رأسه، جيد. وهل قبل الطفل احتذاره؟ هل سامحه؟ نعم. جيد، نعم لقد سامحه. قولوا أنا مسلم. أنا مسلم. أطيع الله. أطيع الله. وأعفو عن الناس. وأعفو عن الناس. إذا أساء شخص التصرف معي هل أسامحه يا أطفال؟ نعم. نعم يا أطفال، التسامح من شيم الكرام. حسنا حسنا. في أمان الله مع قصة جديدة. خدو جا زعفانا، خدو جا زعلانا، خدو جا زعلانا، مين يراضيها، مين يراضيها، مين يراضيها.